بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في المحاضرة دي نتكلم عن الميزانية الطولية Profile Leveling، كيفية عمل الميزانية الطولية، وكيفية حساب كميات الحفر والردم من الميزانية الطولية. تستخدم الميزانية الطولية Profile Leveling لإيجاد مناسيب النقاط في القطاعات الطولية Ground Profiles ورسمها بيانياً زي الشكل اللي قدامنا، وأيضا حساب كميات الحفر والردم من القطاعات الطولية. بنحتاج لعمل الميزانية الطولية في مشاريع الطرق، سواء مشاريع الطرق السريعة الهاي واي أو مشاريع طرق السكك الحديدية، أيضا في مشاريع شق القنوات سواء الترع أو المصارف، وأيضا في مشاريع خطوط الخدمة البايبلاينز، خطوط المواسير زي خطوط مواسير المياه أو الصرف الصحي إلى غير ذلك من خطوط الخدمة المختلفة. في الميزانية الطولية يتم أخذ مناسيب النقاط على طول الطريق المراد عمل ميزانية طولية له على مسافات تتراوح ما بين 10-20 إلى 30 متر حسب طبوغرافية الأرض وحسب اختلاف مناسيب النقاط على طول الطريق. أيضا يتم أخذ مناسيب النقاط عند أماكن معينة عند تقاطع الطرق أو عند التغير الفجائي في اتجاه الطريق أو عند وجود كباري إلى آخره من الحالات الخاصة للنقاط. بعد ذلك يتم توقيع هذه المناسيب على رسم يسمى Longitudinal Section أو اختصارا بيسمى Profile. على هذا الرسم المحور الأفقي يمثل المسافات، المحور الرأسي يمثل المناسيب، بعد ذلك يتم توقيع مناسيب الأرض الطبيعية ويتم توقيع منسوب الطريق المقترح أو اللي بنسميه خط الإنشاء. وبالتالي على هذا الرسم نوضح المعلومات الآتية: أرقام النقاط، المسافات بين النقاط على طول الطريق، منسوب الأرض الطبيعية اللي بنسميه Existing Elevation أو Ground Elevation، منسوب الطريق المقترح أو منسوب الطريق بعد إتمام عملية الإنشاء بنسميه Proposed Elevation أو Formation Level، أيضا ارتفاعات الحفر والردم للوصول من الأرض الطبيعية إلى خط الإنشاء. في رسم البروفايل يتم تكبير مقياس الرسم الرأسي Vertical Scale الخاص بالمناسيب مقارنة بمقياس الرسم الأفقي الخاص بالمسافات بنسبة 10 إلى 1. يعني مثلا لو كان مقياس الرسم الأفقي 1 إلى 1000 يتم تكبير مقياس الرسم الرأسي إلى 1 إلى 100، والسبب إن الطريق قد يكون له امتداد أفقي كبير قد يصل إلى مئات الأمتار. في المثال بتاعنا الطريق طوله 120 متر، بينما لا تتعدى فروق المناسيب بين النقاط قد لا تتعدى بضع أمتار، فبالتالي لإظهار فروق المناسيب يتم تكبير مقياس الرسم الرأسي. بعد ما نرسم مناسيب الأرض الطبيعية عند كل نقطة من نقاط الطريق، فنرسم ما يسمى بالـ Existing Road أو الـ Existing Ground. بعد كده نرسم الـ Formation Level أو الـ Proposed Road أو خط الإنشاء بمعرفة منسوب بداية خط الإنشاء وبمعرفة انحدار خط الإنشاء. طبعا الكلام ده بيتم تصميمه تبعا لقواعد تصميم الطرق. هيتم رسم الفورميشن ليفل أو خط الإنشاء بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي موجود عندنا مناسيب الأرض الطبيعية Existing Ground ومناسيب خط الإنشاء الفورميشن ليفل. إذن يمكن حساب ارتفاعات الحفر والردم عند كل نقطة. ببساطة هي الفرق بين منسوب الأرض الطبيعية ناقص منسوب خط الإنشاء. يعني مثلا عند النقطة B هنا هو الأرض الطبيعية مرتفعة عن المنسوب المقترح للطريق، إذا هيكون في ارتفاع حفر، يبقى هنا المنطقة دي من الأرض لازم يتم حفرها علشان تتسوى على الطريق المطلوب هنا. مثلا عند النقطة D منسوب خط الإنشاء أعلى من منسوب الأرض الموجودة دلوقتي الأرض الطبيعية، إذن المساحة دي هيكون فيها ردم علشان يتم تسوية الأرض الطبيعية بمنسوب خط الإنشاء. يبقى إذن بمعلومية ارتفاعات الحفر والردم سيتم حساب أحجام
الحفر والردم عند القطاعات المختلفة على طول الطريق. مثال رسم البروفايل اللي قدامنا مناسيب النقاط على طول طريق مقترح لإنشاء خط سكة حديدية Railway Embankment اللي قدامنا 100 متر فقط من طول الطريق. تم أخذ مناسيب النقاط كل 25 متر، وكانت مناسيب النقاط زي ما موجودة في الجدول قدامنا. مطلوب رسم البروفايل بمقياس رسم أفقي مقداره 1 إلى 1000، وبيقول لنا choose the suitable vertical scale. إذا كان مقياس الرسم الأفقي مقداره 1 إلى 1000، إذن مقياس الرسم الرأسي هيكون 10 مرات أكبر من مقياس الرسم الأفقي، إذن هيكون 1 إلى 100. معنى مقياس الرسم 1 إلى 1 لأن كل 1 سنتيمتر بيمثل 10 متر، إذن الـ25 متر تمثلها 2.5 سنتيمتر على الرسم، لكن مقياس الرسم الرأسي 1 إلى 100 معنى إن كل 1 سنتي هيمثل 1 متر. هنرسم المقياس الأفقي، هنرسم المحور الأفقي من مسافة 0 إلى مسافة 100، وهنرسم المقياس الرأسي ليمثل الليفلز من المنسوب 104 اللي هو أول منسوب صحيح أقل من أقل منسوب في الجدول، إلى منسوب 109 اللي هو أكبر اللي هو أول منسوب صحيح بعد أكبر منسوب موجود في الجدول اللي هو 108.3. نشوف كده مع بعض. آدي المحور الأفقي اللي يمثل المسافات distances مقياس رسم 1 إلى 1، وآدي المحور الرأسي اللي يمثل المناسيب levels مقياس رسم 1 إلى 100. هنقسم المحور الأفقي إلى مسافات كل 25 متر، يبقى المسافة دي هنرسمها 2.5 سنتيمتر، والمسافة دي 2.5 سنتيمتر، وهكذا لغاية ما نوصل للمسافة 100. وهنقسم المحور الرأسي الخاص بالمناسيب، كل 1 سنتي يمثل 1 متر، يعني هنقيس كده 1 سنتي، يبقى دي لو ده منسوب 104 وده منسوب 105، لكن نقيس 1 سنتي منسوب 106، نقيس 1 سنتي، وهكذا لغاية ما نوصل إلى 109. يبقى على الأفقي كل 1 سنتي يمثل 10 متر، لكن على الرأسي كل 1 سنتي يمثل 1 متر. بعد كده نبدأ نوقع المناسيب المختلفة. عند المسافة 0 المنسوب كان 104.8 أهو، وعند المسافة 25 المنسوب كان 106.2، عند المنسوب 50 معذرة عند المسافة 50 المنسوب كان بيساوي 107.5، وهكذا عند المسافة 75 وعند المسافة 100. وبعد كده نوصل النقاط المختلفة دي علشان نحصل على الـ existing road أو الأرض الطبيعية. بعد ما رسمنا مناسيب الأرض الطبيعية existing ground، عايزين نرسم خط الإنشاء. بيقول لنا the formation level at zero distance، يعني منسوب خط الإنشاء عند المسافة 0 بيساوي 105.5. يبقى هاجي عند نقطة 105.5 أو منسوب 105.5 عند المسافة 0، وتكون دي أول نقطة من نقاط خط الإنشاء. طيب انحداره بيساوي كام؟ بيقول لنا and has a rising gradient of 2%، يعني إيه انحدار لأعلى بقيمة 2%؟ يعني كل 100 متر بيزيد المنسوب بمقدار 2 متر، لأنه بيقول لنا rising gradient. طيب يبقى في المسافة 100 متر إذا كان منسوب خط الإنشاء عند المسافة 0 بيساوي 105.5، إذا منسوب خط الإنشاء عند المسافة 100 بيساوي 107.5. يبقى نيجي عند المسافة عند المنسوب 107.5 لكن عند آخر نقطة، ونرسم خط الإنشاء بالشكل ده ما بين 105.5 عند المسافة 0 و107.5 عند المسافة 100. طيب معنى 2% برضو إن كل 25 متر بيزيد المنسوب بمقدار 0.5 متر. ده هيفيدنا في إيجاد منسوب خط الإنشاء عند كل نقطة من نقاط الطريق كل 25 متر.
علشان نوجد ارتفاعات الحفر والردم عند كل نقطة. إذن هنوجد مناسيب خط الإنشاء بالشكل ده، يبقى الفورميشن ليفل هيبدأ من 105.5، وفي مسافة 25 متر هيزيد نص متر، هيبقى 106، وفي مسافة 25 متر تانية يزيد نص متر تاني، يبقى 106.5، 107، 107.5. يبقى دي مناسيب خط الإنشاء عند النقاط المختلفة. بعد كده بكل بساطة هنطرح الأرض الطبيعية ناقص منسوب خط الإنشاء لإيجاد ارتفاع الحفر أو الردم عند كل نقطة. إذا كان الأرض الطبيعية منسوبها أقل من خط الإنشاء هيكون خارج الطرح سالب، معنى كده إن إحنا عايزين ردم فل. وإذا كان مثلا عند المسافة 50 منسوب الأرض الطبيعية أكبر من منسوب خط الإنشاء فخارج الطرح هيكون بالموجب، يعني إحنا عايزين نعمل حفر أو عايزين نعمل كات. يبقى دي ارتفاعات المختلفة للحفر والردم، ونشوف القيم بتاعتها دلوقتي حالا. اهو احنا خدنا النقاط رقم 1، 2، 3، 4، 5، دي مكونات البروفايل اللي عرضناها في اول شريحة واحنا بنشرح. وبعد كده المسافات كل 25 متر، مناسيب الارض الطبيعية المعطاة، مناسيب خط الانشاء زي ما احنا استنتجناها، ارتفاعات الحفر والردم اللي هو عبارة عن 104.8 ناقص 105.5 بيساوي ناقص 7.7. يعني ايه ناقص؟ يعني هي فل، يعني ردم. 106.2 ناقص 106 بيساوي 2.2، يعني ايه موجب؟ يعني هي كات، يعني حفر. وهكذا لجميع النقاط بالشكل ده. يبقى كده احنا خلصنا المثال بتاعنا حتى الآن لإيجاد ارتفاعات الحفر والردم عند كل نقطة. ذكرنا في بداية المحاضرة إننا هنحسب أحجام الحفر والردم بمعلومية ارتفاعات الحفر والردم السابق حسبها في المثال. علشان نعمل كده لازم نرصد ما يسمى بـ cross-sectional leveling أو القطاعات العرضية. لو افترضنا طريق AB زي اللي قدامنا في الشكل ده، وأخدنا مناسيب النقاط كل 20 متر عند النقاط A, C, D, E، ورسمنا البروفايل زي المثال السابق. هنيجي عند كل نقطة ونرصد مناسيب النقاط بعرض الطريق، كأننا ناخد خط عمودي على محور الطريق بزاوية 90 درجة، وناخد مناسيب النقاط يمين محور الطريق ويسار محور الطريق، فبالتالي هناخد قطاع عرضي في الطريق. علشان نرسم قطاع عرضي في الطريق عند النقطة A، وقطاع عند النقطة C، وقطاع عند النقطة D، وهكذا، يبقى دي هنسميها الكروس سيكشنز، ودي اللي هتساعدنا في حساب أحجام الحفر والردم. عدد النقاط المأخوذة في القطاع العرضي بيعتمد على عرض الطريق. غالبا بتكون المسافة بين النقاط بتساوي 3 متر، وإذا كانت الأرض مستوية ممكن تزيد المسافة إلى 5 متر على جانبي الطريق، على يسار وعلى يمين محور الطريق. بمعنى لو كان محور الطريق هو المرسوم قدامنا دوت على المسافات 0، 20، 40، 60 إلى آخره، يبقى على يمين وعلى يسار السنتر لاين محور الطريق هنضع القامة على مسافات كل 3 متر، يعني مثلا من أول هنا لغاية هنا مسافة 3 متر، مسافة 3 متر، مسافة 3 متر، هنا مثلا كان عرض الطريق تقريبا 9 متر على يمين المحور و9 متر على يسار المحور. يبقى هنضع القامة عند النقاط المختلفة دي وناخد مناسيب النقاط على القطاع العرضي، مرة عند A، B، C، D وهكذا. زي ما رسمنا قطاع طولي بروفايل على طول الطريق يمثل الأرض الطبيعية وخط الإنشاء، هنرسم قطاع عرضي بعرض الطريق بالشكل دوت. يبقى الرسمة دي موجودة عند النقطة A بعرض الطريق بالشكل ده. هنرسم السنتر لاين بتاع الطريق ومناسيب الأرض اللي احنا رصدناها في الكروس سيكشنال ليفلنج
اللي احنا رصدناها على يمين محور الطريق ومناسيب النقاط اللي رصدناها على يسار محور الطريق. يبقى المناسيب اللي على يمين محور الطريق والمناسيب اللي على يسار محور الطريق بنوقعها بالشكل دوت، تمام؟ طيب من البروفايل ليفلنج هناخد الفرق اللي كان ما بين خط الإنشاء والأرض الطبيعية. يعني مثلا عند النقطة A خط الإنشاء كان موجود فوق الأرض الطبيعية، يعني احنا في قطاع ردم في السكشن بمسافة كذا، المسافة دي حسبناها في البروفايل. طيب عندنا من أغراض التصميم هنعرف نجيب عرض الطريق بيساوي كام، تمام؟ المنطقة دي هيتم وضع فيها أتربة، هيتم ردمها بالأتربة. الأتربة عمرها ما هتكون موجودة بزاوية قائمة بالشكل ده، يبقى هيكون في ميول جانبية من سطح الطريق حتى سطح الأرض الطبيعية. يبقى اللي قدامنا ده الكروس سيكشن، ده يمثل الأرض الطبيعية، يعني تمثل النقطة اللي من تحت دي، وده يمثل خط الإنشاء يعني يمثل النقطة اللي من فوق، والمسافة ما بينهم المسافة بينهم اللي هو ارتفاع الردم اللي تم حسابه في البروفايل، والأجزاء المايلة لأن الأتربة مش هتستقر على أشكال رأسية بالشكل ده، لازم يكون في ميول جانبية للأتربة بالشكل دوت. يبقى احنا رسمنا دلوقتي قطاع عرضي للطريق عند النقطة A عند المسافة صفر. لو شفنا الكلام ده في الطبيعة يكون حاجة بالشكل دوت، أدي مثلا خط الإنشاء وأدي الميول الجانبية للأتربة واخداها علشان توصلنا لسطح الأرض اللي كان موجود ده. مثلا كان مرتفع أو طريق مرتفع لأعلى، فبالتالي ليه منسوب أعلى من منسوب الأرض الطبيعية، يعني قطاع ردم، وآدي الأتربة موجودة على ميول جانبية لها قيم معروفة. في كثير من الأحيان للتسهيل بيتم رسم القطاع الطولي بالشكل اللي قدامنا ده. بيتم فرض إن الأرض الطبيعية مستوية تحت خط الإنشاء بمنسوب اللي تم رصده عند محور الطريق. يعني مش هنرسم الأرض الطبيعية بشكلها الطبيعي بالشكل ده، لأن حساب المساحة دي ممكن يكون صعب شوية. لذلك لأغراض التيسير في حل المسائل هنفترض إن الأرض الطبيعية مستوية وموازية لخط الإنشاء. يبقى أنا عارف خط الإنشاء ليه عرض معلوم، وعارف الأرض الطبيعية مستوية تحت خط الإنشاء، وفي عندنا الارتفاع الطبيعي ما بين خط الإنشاء والأرض الطبيعية اللي هو ارتفاع الردم. طيب ده كله كان قطاع في ردم في السكشن. طب يا ترى هيبقى الشكل عامل ازاي في كات سكشن، يعني في قطاع خاص بالحفر؟ في قطاعات الحفر هيكون الأرض الطبيعية لها منسوب أعلى من منسوب خط الإنشاء. يبقى الأرض الطبيعية موجودة هنا وخط الإنشاء موجود هنا، والجزء ده هيتم حفره. يبقى هيتم حفر الجزء ده عشان نوصل من الأرض الطبيعية إلى خط الإنشاء. مرة أخرى الأتربة اللي هتكون موجودة هنا مش هتكون رأسية، هيكون ليها ميول جانبية بالشكل ده. يعني ممكن يكون الشكل تقريبا عامل كده اهو. ده الأرض الطبيعية كانت موجودة هنا ليها منسوب مرتفع، وده خط الإنشاء، فتم حفر جزء من الأرض الطبيعية على ميل معلوم علشان نوصل لخط الإنشاء بالشكل ده. من القواعد البسيطة لرسم القطاع العرضي إن بيكون مقياس الرسم الأفقي هو مقياس الرسم الرأسي. يعني لو رسمنا القطاع العرضي بمقياس رسم أفقي بيساوي مثلا 1:100، بيكون مقياس الرسم الرأسي برضه بيساوي 1:100. بمعلومية مساحة القطاع العرضي يمكن تحويل ارتفاعات الحفر والردم إلى أحجام حفر وردم. طيب هنوجد المساحة إزاي؟ بمعلومية عرض القطاع، وليكن مثلا عرض القطاع B، وبمعلومية الميول الجانبية من خط الإنشاء إلى الأرض الطبيعية. ولتكن الميول مثلا بميل S إلى 1، يعني مثلا 2:1،
أو 3 إلى 2، اللي كأنها 1.5 إلى 1، أو مثلا 1 إلى 1، حيث الرقم الأول S هيكون أفقي إلى 1 رأسي. يبقى الميول الجانبية S إلى 1، حيث S أفقي إلى 1 رأسي. يبقى كل 1 متر رأسيا يقابله S متر أفقيا. يعني مثلا لو كان الميل 2 إلى 1، يبقى كل 1 متر رأسيا يقابله 2 متر أفقيا. إذا لو رأسيا المسافة تساوي دي، إذا هيكون المسقط الأفقي للميل ده هيكون قيمته S مضروبة في دي. على الناحية التانية برضو المسقط الأفقي للميل الجانبي هيكون S مضروبا في دي، والمسافة دي هتكون هي هي بي. إذا يمكن إيجاد مساحة شبه المنحرف اللي قدامنا، مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع دي. يبقى القاعدة الأولى قيمتها بي، والقاعدة التانية قيمتها S في دي زائد بي زائد S في دي. الكلام ده كله على 2 مضروبا في الارتفاع دي. بعد ما تصفي المسألة هتلاقي إن مساحة القطع العرضي بيساوي B مضروبة في D زائد S مضروبة في D تربيع. القطاع العرضي اللي موجود قدامنا ده كله عبارة عن الخط اللي موجود ده، اللي هو ما بين خط الإنشاء والأرض الطبيعية، وفي واحد زيه بالظبط هو موجود هنا اهو ما بين خط الإنشاء والأرض الطبيعية، حيث القطاع اللي موجود هنا عند النقطة دي الارتفاع بتاعه سمول دي هو اللي قيمته 63 من 100، لكن القطاع العرضي دوت اللي موجود هنا عند النقطة E هيكون الارتفاع بتاعه سمول دي عبارة عن 31 من 100. إذا مساحة القطاع العرضي عند النقطة دي تختلف عن مساحة القطاع العرضي اللي موجود عند النقطة E بقيمة الارتفاع الصغير دي، لكن نفس البي نفس الاس ثابتة في القطاعين. إذا يمكن حساب مساحة القطاع العرضي عند النقطة دي ومساحة القطاع العرضي عند النقطة E. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنوجد حجم الردم بين المساحتين. إذا كان هنا في مساحة قطاع ردم وهنا في مساحة قطاع ردم، إذا في المنطقة دي في حجم ردم زي ما هو باين في الأيزومتريك. دي المساحة الأولى اللي مثلا موجودة عند الدي، ودي المساحة التانية اللي مثلا موجودة عند الإي، وبينهم في حجم ردم، بينهم في مسافة ال اللي هي المسافة ال اللي موجودة دي ما بين نقاط القطاع الطولي اللي مثلا في المثال ده كانت من 60 ل 80، إذا هي بتساوي 20 متر. يبقى المسافة اللي بتساوي 20، والمساحة A معلومة، والمساحة A 1 معلومة، والمساحة A 2 معلومة. لو ده كان حجم متوازي مستطيلات يبقى مساحة القاعدة في الارتفاع يديني حجم متوازي المستطيلات. طب إذا كانت مساحة القاعدة الأولى لا تساوي مساحة القاعدة الثانية، يبقى كأنه متوازي مستطيلات ناقص. إذا حجم متوازن المستطيلات يساوي بالشكل ده. متوسط المساحتين يعني A1 زائد A2 على 2 في المسافة بينهما L، يديني حجم الردم اللي موجود في المنطقة دي. هنطبق الكلام ده على كل القطاع الطولي على اعتبار إن في أحجام ردم في المناطق اللي فيها خط الإنشاء أعلى من الأرض الطبيعية، لكن برضو في مساحات حفر لما يكون خط الإنشاء أقل من الأرض الطبيعية، يبقى عايزين نحفر الأرض الطبيعية بحيث نوصل لخط الإنشاء دوت. يبقى هنعمل نفس القطاع العرضي وهنطبقه عند F بارتفاع حفر بالمقدار ده، وهنطبقه عند G بمقدار حفر بالمقدار ده. إذن حجم الحفر اللي بينهم يساوي المساحة الأولى زائد المساحة الثانية على 2 في المسافة بينهما. هتكون في مشكلة بسيطة جدا
وهي إن الحجم اللي ما بين القطاع A والقطاع B مثلا جزء منه ردم وجزء منه حفر، أهو جزء منه خط الإنشاء أعلى من الأرض الطبيعية إذا هو ردم، وجزء تاني العكس الأرض الطبيعية أعلى من خط الإنشاء إذا هو حفر. في خلال المسافة 20 متر في ردم ثم حفر. نفس القصة ما بين القطاع E والقطاع F، برضو في جزء منه عبارة عن ردم وجزء تاني عبارة عن حفر. يبقى لازم نوجد مكان النقطة دي، مكان التقاء الخطين، المكان اللي بيبقى عنده أو اللي بنسميها صفر حفر ردم، نقطة معينة يلتقي فيها خط الإنشاء مع الأرض الطبيعية. هنوجدها هندسيا بطريقة بسيطة جدا من تشابه المثلثين دول. هيكون عندنا الارتفاع ده موجود، أدي القيمة بتاعته، والارتفاع ده موجود، أدي القيمة بتاعته. إذا القاعدة على الارتفاع تساوي القاعدة على الارتفاع. الارتفاعات موجودة والقاعدتين مجموعهم 20 متر. إذا كان القاعدة دي مثلا هنفرضها بـ x، إذا القاعدة التانية تبقى 20 ناقص x. يبقى في قاعدة تشابه المثلثات كلها فيها مجهول واحد وهي المسافة x. إذا نوجد المسافة x، نوجد مكان النقطة اللي عندها صفر حفر ردم. هنا عندنا 3 نقاط، أدي نقطة منهم، والتانية موجودة تقريبا عند النقطة C، والتالتة موجودة هنا ما بين الـ E والـ F. ونشوف مثال يوضح كل التفاصيل دي. نكمل حل المثال اللي كنا بدأناه من شوية. احنا كنا وصلنا إلى إيجاد ارتفاعات الحفر والردم، عايزين بقى نوجد أحجام الحفر والردم، حيث خط الإنشاء سيكون له عرض بقيمة 8 متر، يعني العرض ده B هيكون قيمته 8 متر، والسايد سلوبس الميول الجانبية هتكون بقيمة 2 إلى 1، 2 أفقي إلى 1 رأسي، يعني S إلى 1 دي هتكون مقابلة إلى 2 إلى 1، يعني كأن S بتساوي 2. بالمناسبة مثلا كان 3 إلى 2، يبقى S بتساوي كام؟ بالظبط كده 3 إلى 2 معناها أو كأنها 1.5 إلى 1، يبقى تبقى S بتساوي 1.5. استنتجنا من شوية إن مساحة القطاع العرضي بتساوي B مضروبة في الـ D زائد S مضروبة في الـ D تربيع. الـ B هنا بـ8 يبقى 8D، والـ S بـ2 يبقى 2D تربيع، حيث عند كل سيكشن من النقاط دي هنحط قيمة D ونوجد مساحة القطاع العرضي، وبعدها نوجد أحجام الحفر والرد. نشوف كده مع بعض. كنا رسمنا القطاع الطولي بالشكل اللي قدامنا ده، وتوقفنا عند حساب ارتفاعات الحفر والردم عند المسافات المختلفة، عند المسافة 0 والمسافة 25، 50 إلى آخره. نطبق بقى القانون ده، قانون مساحة القطاع العرضي عند كل سيكشن حيث هو بدلالة دي. يبقى عند المسافة 0 دي بتساوي -7، يبقى نحط هنا في القانون -7، تطلع المساحة بتساوي -4.62 متر مربع، دي مساحة ردم. عند المسافة 25 الارتفاع بتساوي 2، نحطه في المعادلة، تطلع مساحة الحفر بتساوي بالشكل ده. عند المسافة 50، 75، 100، يبقى كده جبنا المساحات المختلفة للحفر أو الردم. لكن لاحظنا إن في المسافة الأولى من 0 لـ25 تقاطع خط الإنشاء مع الأرض الطبيعية عند نقطة اللي هي عندها صفر حفر ردم. يبقى عايزين نوجد مكان المسافة دي بتساوي كام، مكان النقطة دي من أول المحور بيساوي كام. يبقى هنطبق قاعدة تشابه المثلثات. يبقى القاعدة دي ولتكن مثلا بتساوي x حيث x غير معلومة، على الارتفاع حيث الارتفاع بيساوي 7، بيساوي المثلث التاني بقى القاعدة دي، حيث القاعدة دي بتساوي 25 ناقص x، تمام كده.
على الارتفاع اللي هو بيساوي 2 من 10، يطلع عندنا المسافة إكس بتساوي 19.444، يعني لو جبناها بكسر اعتيادي يبقى كأنها 175/9. يبقى في الجزء الصغير ده الأقل من 25 في حجم ردم، وهنا في حجم حفر، وبقية المسألة كلها فيها أحجام حفر. طيب نبدأ من هنا على أساس المنطقة دي أسهل شوية عشان كلها حفر. حجم الحفر هنا بيساوي كام؟ يبقى المساحة الأولى زائد المساحة الثانية على 2 في المسافة بينهما اللي هي 25. يبقى المساحة الأولى 1.68 زائد المساحة الثانية 7.68 على 2 في 25 يديني حجم الحفر في المنطقة دي ما بين النقطة، نقول مثلا A B C D E، ما بين D و E. طيب حجم الحفر هنا بيساوي كام؟ ها المساحة الأولى زائد المساحة الثانية على 2 في 25، يبقى بيساوي حجم الحفر بالطريقة دي. حجم الحفر هنا بيساوي المساحة الأولى زائد المساحة الثانية على 2 في المسافة بينهما، طبعا علشان ارتفاع الحفر هنا بيساوي ارتفاع الحفر هنا، فطلع الحجمين متساويين. نيجي بقى للمنطقة دي، هنوجد حجم الحفر في الحتة الصغيرة دي. هيبقى مساحة القطاع هنا اهو اللي هي قيمتها 1.68 زائد مساحة القطاع هنا اللي هي بتساوي كام؟ بالظبط كده بتساوي 0، لأن هنا مفيش ارتفاع حفر وردم، يعني كأنها مساحة أو حجم منشور مش حجم متوازن مستطيلات. مش مشكلة علشان ما ندخلش في تفاصيل دقيقة تلخبطنا، كأن المساحة الأولى ليها القيمة دي والمساحة الثانية قيمتها بتساوي 0، يبقى 1.68 زائد 0 على 2 في المسافة بينهما اللي هي قيمتها 50/9 ككسر اعتيادي، أو 5.556، يديني حجم الحفر بالطريقة دي. وبعد كده حجم الردم هنا هيساوي المساحة الأولى اللي قيمتها -4.62 زائد المساحة الثانية اللي قيمتها بتساوي 0 على 2 في المسافة بينهما لإكس اللي احنا حسبناه من شوية اللي هي 19.444، أو كسر اعتيادي قيمته 175/9، تمام، يديني حجم الردم في المنطقة دي.